طبعا استاذ مصطفى، العالم اللي تحت الماي عالم جدا جميل. وطبعا انا سمعت عن ديب دايف دبي وقالوا لي ان اعمق مكان في دوله الامارات العربيه المتحده، فعسبت شي قلت لازم اي واجرب واغوص. والله هو ديب دايف دبي هو فعلا اعمق مكان في الامارات، ومش بس الامارات، واعمق مكان في العالم كمان. في العالم ما شاء الله. ديب دايف دبي عمقه 60 متر. في اشياء رياضيه تحت الماي مثل السيكل، مثل الشطرنج، تشوف سياره، تلعب بلياارد. بالضبط. في عندنا على حوالي 5-6 متر في بلياردو جيم، وفي عندنا عربيه مرسيدس على 7 متر. كل ليفل الغطاسين بتنزل فيه 7 متر 5 متر 18 متر 16 متر 30 40 50. في كل ليفل في حاجه مختلفه لكل الغطاسين في مختلف المستويات، انها تنجي وتستمتع بالغطسه بتاعتها. لا انا صراحه مدرب خلاص متحمس ابى ابدا. اوكي ليتس دو ات. طيب كابتن مصطفى، شو هي اجراءات الصحه والسلامه في رياضه الغوص بالتحديد؟ في رياضه الغوص في العموم في اجراءات متابعه احنا لازم كلنا نبقى ماشيين عليها، وعلشان كده احنا بنتدرب على الغوص. اجراءات السلامه في ديب دايف دبي مختلفه جدا، زي ما انت شايف الكاميرات اللي موجوده وراك، عندنا اكثر من 50 كاميرا. في هنا حد اسمه سيفتي دايفر بيبقى مؤهل ان هو يغطس في 30 متر وال 60 متر. في وراك في ستيشن اسمها سيفتي دايفر ستيشن. السيفتي دايفر ستيشن دول الغطاس تحت المايه بيقدر يكومينيكيت معانا، يقدر يكلمنا واحنا بنتكلم معاه. طيب الغاز او الاسطوانه الخاصه في الاكسجين كم تاخذ معانا فتره زمنيه؟ بالنسبه للعمق اللي انت هتنزل عليه تقدر تقعد معانا لحد 50 دقيقه، بس هو على حسب الاير كونسامشن، حسب استهلاك الغطاس. كل غطاس ممكن يستهلك بشكل مختلف عن الثاني، وعلى حسب العمق، كل ما العمق زاد كل ما معدل الاستهلاك زاد. بس بالنسبه للعمق بتاعك يعني نقدر نقول 50 دقيقه، من 40 ل 50 دقيقه ان شاء الله. طيب اخوي مصطفى، بالنسبه للتجربه بالشخص اللي يغوص في البحر والشخص اللي يغوص بالمسبح، شو الاختلاف اللي يكون بينهم؟ التجربه مختلفه بشكل كبير جدا، لان البحر اول حاجه مياه مالحه، فبتحس بالمياه المالحه طول الوقت بالظبط، وبعدين المياه المالحه بيبقى عندها قوه الطفو شويه اعلى من المياه العذبه. وفي لغه خاصه للغطاسين، كذي مثلا روح فوق، طبعا كذي انا تمام، كذي في مشكله خشمي. بالظبط بالظبط، يعني الإشارة دي إشارة أوكي، وهي كويشن، ده سؤال فلازم ترد على السؤال. أنا أنا أوكي. أنا أوكي، نقدر نبدأ؟ نقدر نبدأ. بسم الله. ليتس جو. حلوة، ممتاز ممتاز ممتاز، الأداء زي الفل، مهارات أديتها من أول مرة، والبوينت زي الفل تحت الماية. الله يعطيك العافية صراحة المدرب، أنا اتبعت كل التعليمات اللي كانت معاك، الله يعطيك العافية. طبعا في البداية حسيت في ضغط، وكنت أقول لك في ضغط، فكنت تقول لي كل دقيقة انفخ انفخ انفخ، فقعد أنا لين ما تعودت. في بالي سؤال، يعني ما شاء الله وفي وايد مرافق تحت. أكيد طبخت، لعبت بلياارد، لعبت معك شطرنج، لعبت سيكل، شريت، يلست، عملت شوبينج، هذا كله في 12 متر، ما بالك إذا رحت للستين. بالضبط، كل ما تنزل أعمق كل ما تلاقي حاجات أكثر. على 18 متر هتلاقي جيم، هتلاقي موتور بايك، كل ما تنزل أعمق هتلاقي فيراري، فورمولا كارز، بوجاتي. الحمام السباحة ده فيه 14 مليون لتر مية. ما شاء الله. اخذنا حوالي 30 يوم عشان نملى 90 ميه بس. بس والله التجربه كانت جدا جميله، من الاشياء اللي سويتها، من الطبخ، من الشوبينج، من الغرفه اللي رحتها، من البليارد، وصعوبه ضرب الكوره بحيث ان انت عارف ضغط الماي شوي كان صعب معي، بالاضافه للسيكل، الشطرنج، تجربه كانت جدا جميله، كني عشت بس تحت الماي، عالم البحار والمحيطات من تحت. احنا دايما بنسميها هي السانكشن سيتي، وهي المدينه الغارقه تحت المايه.
هي حرفيا فعلاً بنفس المعنى ده. انا ب 12 متر ووصلت لهني، ما بالك اذا نزلت ل 18 ووصلت لل 60 ان شاء الله. كل ما توصل اعمق كل تلاقي مختلف. انا اشكرك صراحه كابتن مصطفى على هذه التجربه اللي مستحيل انساها، واكيد ان شاء الله راح اتعمق اكثر في مجال الغوص واوصل للقاع.